إن هذا الوضع ينتج في نظري عن الأسباب التالية: تشبث بالمصالح والمواقع الرعية، أي المواقع التي يجني منها أصحابها كثيرا من المكاسب دون استحقاق أو كفاءة أو تنافس. وجود حزب يقود الحكومة ضمن تحالف هجين وهو يتلقى الضربات من كل جانب، ولكنه باستمراره يشكل فرصة لذوي المصالح الرعية لتمرير اختيارات مناهضة لحقوق أغلبية المواطنين. 4. أحزاب ونقابات هشة ومتفرقة ومجتمع مدني متضارب الأهواء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.